بالأمس القريب كنا نحتفل بمرور 45 عاما لانتصار جيش مصر العظيم في حرب 73، واليوم نشهد إنجازا اقتصاديا جديدا في قطاع الطرق والكباري، إنجاز تجسدت فيه ملامح الإرادة والتحدي لكل الصعاب، تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستعد الآن لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم. إنه محور رود الفرج. أربع سنوات من العمل بجهد وتفاني أوشكت على الانتهاء، واقتربت معها نهاية الزحام والاختناق المروري في واحد من أكبر المشاريع القومية العملاقة. ظلت أعيننا تتابعه عن قرب وهو يعلو بين يوم وآخر، ومن دقته وسرعة إنجاز أعماله أصبح مشروع الأرقام القياسية. المشروع يهدف إلى تسهيل عبور ناقلات التنمية لمنطقة الضبعة والأراضي الصحراوية، ويعمل على خلق مجتمعات عمرانية واستثمارية وتقليل زمن الرحلات بين شمال وغرب الجمهورية. محور حضرتك رود الفرج اتصمم وتنفذ على مرحلتين. المرحلة الأولى بطول 30 كيلو متر ابتداء من الكيلو 40 طريق مصر اسكندرية الصحراوي لغاية الطريق الدائري بمنطقة الوراق. المرحلة الثانية بطول 6 كيلو متر ابتداء من الدائري منطقة الوراق مرورا بمنطقة شبرا والربط مع كوبري أبو وافية امتدادا إلى مدينة نصر. محور رود الفرج يشمل مطالع ومنازل على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، 8 مطالع ومنازل على الطريق الدائري، 8 مطالع ومنازل على منطقة شبرا وترعة الإسماعيلية والربط مع أبو وافية. بيشمل 6 حارات يمين و6 حارات شمال، ده الكوبري المعلق. بقية المحور 5 حارات يمين و5 حارات شمال. لابد أن تتوقف أمام الكوبري المعلق الذي يبهرك بضخامته وبارتفاعه الذي يصل إلى 94 مترا، ويعتبر أعرض كوبري معلق في العالم بعرض 66.8 مترا. احنا دلوقتي موجودين فوق الكوبري المعلق بمحور رود الفرج، يعني على ارتفاع 70 متر. على كل عمود من الأمداد اللي موجودة بتوجد مجموعة من الشدادات هنعرف وظيفتها في كل عمود موجود في اللوكيشن بتاعنا، ان الكابلات يمين وشمال البايلون. احنا حاليا على ارتفاع 70 متر بداية وضع الكابلات. المسافة اللي فوق الكاميرا العلوية اللي احنا واقفين عليها لنهاية البايلون اللي هي نهاية منطقة الكابلات 24 متر، وده اجمالي 94 متر. والكابلات دي حضرتك ابتداء من اول كابل لاخر كابل عدد الاسترندات الداخلية او يسمى اللي هي الكابلات الصغيرة المصغرة، كل كابل فيه ابتداء من 50 استرند لغاية 110. كل ما ببعد طبعا عدد الاسترندات او عدد الكابلات الداخلية جوه الضغط نفسه بتزيد. ميزة هذه زي حضرتك زي ما شرحت لحضرتك تحت، الكابلات ديت هي التصميم الانشائي الفني اللي شايل لي الكوبري المعلق بالعرض بتاعه 66.8 وبالإسبان بتاعه اللي هو 300 متر. 4000 مهندس وفني وعامل من ذوي الخبرات يعملون داخل هذا الصرح العملاق. لم تتوقف أعمال البناء دقيقة واحدة، فكل في موقعه يعمل بكل إخلاص من أجل بناء الوطن. دلوقتي الحمد لله احنا في المرحلة الأخيرة للتنفيذ في الكوبري اللي هو تعليق الكوبري. أنا شايف في جزء لسه ناقص. الجزء الناقص دي احنا دلوقتي هنتكلم عن الأجزاء الناقصة دي. بيتم تجميع أجزاء الناقصة من الكوبري عن طريق منطقة تجميع زي ما احنا شايفين في المنطقة اللي ورانا دي، ويتم احضارها عن طريق عوامات، والعوامات دي بتيجي في المكان اللي بيتركب فيه جزء في الاتجاه الشرقي اللي احنا واقفين فيه، وفي جزء الاتجاه الغربي اللي هي منطقة الجزيرة اللي جوه. بيتم احضارها عن طريق العوامة في مكان التركيب، ويتم رفعها عن طريق ونش من الاونداش الكبيرة يعني عندنا في الشركة، ويتم تجميعها عن طريق مسامير في البداية، وبعد كده نبتدي في مرحلة تعليق الكابلات. مسؤولين هنا عن حماية العاملين في المشروع، حماية المنشآت. بقالنا في الموقع هنا 3 سنين شغل عمل تنفيذ، بنعمل حاجة زي حاجز أمن زي كده، منع للسقوط الأشياء تحت، كان أفراد أو لا قدر الله أي حاجة تقع تحت، نظام البايلونات، شغل البايلونات فوق الدمسات اللي على أعمدة مأمنينها، الناس نفسها العمال والبرادين لحامين جميع المهن اللي في المشروع بنوعيها قبل بدء الأعمال
المشروع واجه العديد من العقبات والتحديات، لكنها تحطمت على صخرة الإرادة والعزيمة المصرية، وأثبت فيها الشعب تكاتفه مع قيادته في النهوض باقتصاد الوطن. التحديات اللي قابلتنا كانت كتيرة جدا، في حتة ان احنا في المنطقة بتاعت الجزيرة دي كانت منطقة اصلا على المية، وعشان نبدأ نشتغل فيها تم ردم كمية مهولة عشان نبدأ ان احنا نشتغل في الجزيرة فوق الردم ده. دي اول حاجة. تاني حاجة ان احنا الناس عندنا شغالين 3 ورادي 24 ساعة في 24 ساعة شغالين، وطبعا ده يعني شغل شاق جدا، بس احنا بنعمل كده لان احنا عندنا وقت لازم نسلم فيه المشروع، ودي اكتر تحديات ما قبلنا ان احنا نسلم المشروع ده في الوقت اللي طالب المالك ان احنا نسلمه، هي القوات المسلحة. فطبعا احنا التحديات اللي ما قبلنا ان احنا نقدر نقدم كواليتي، نقدم وقت في نفس الوقت، ان احنا يبقى عندنا مخلصين الشغل في الوقت الصح وفي نفس الوقت بكفاءة عالية. مبسوط اني شغال في محور رود الفرج النيل الشرقي، وعايز اقول حاجة بس، هو الواحد كان نفسه من الشباب طالع مثلا نسافر بره يبقى فيه دخل اعلى، بس يعني احنا بنقول ده حاجة بشار ان البلد هيبقى فيه حاجات كتير جاية كويسة، والمحور موفر فرص عمل كتير للشباب اللي لسه هتطلع، وربنا المستعان يعني البلد بتتبني، وبنقول يا رب. مسيرة عطاء وجهد مخلص لأبناء القوات المسلحة التي تعمل ليل نهار على خدمة الوطن بكل إصرار وعزيمة وإرادة، مستندة إلى خبرات وكوادر مصرية ومستخدمة أحدث التكنولوجيات والمعدات الهندسية. إحنا تشرفنا بمحور رود الفرج ابتداء من المرحلة الأولى لغاية المرحلة الثانية مرورا بالكوبري المعلق، تم تصميمه وتنفيذه والإشراف عليه بأيادي مصرية تماما. احنا ان شاء الله كل حاجة طيبة هنعملها لبلدنا، بس انتوا معانا. محمد الخطيب، النيل.